جزاكم الله خيرا. هل لبس الجلباب أمام الأجانب يكفي، أم ما هو الرداء الشرعي الذي يكفي لحجاب المرأة؟ جزاكم الله خيرا. حجاب المرأة هو سترها الكامل الضافي على جسمها، والواسع الذي ليس بضيق يبدي أعضاءها ولا شفافا يكشف عما وراءه، وإنما يكون لباسا ساترا ضافيا واسعا، سواء كان ثوبا أو جلبابا أو عباءة. المهم أن يغطي جسم المرأة ويضفي عليها. نعم.